تعالوا بقى خدوا رؤية عامة. هي بتقول رؤية عامة: حلمت كأني مستشارة للرئيس السيسي، وكنا في دور عالي وكان تحت مناوشات مع الجيش، أصيب واحد برتبة كبيرة من الجيش وسقط على الأرض ولم يمت، وكان السيسي لابس لبس ضابط شرطة لونه أسود. الله يطمنك يا شيخ، احنا هندخل فيها ولا ايه؟ لبس الرئيس اللي هو لابس شرطة مش جيش. تمام. لا تمام، هيحكم زمام الأمور داخل مصر كده، مفيش حرب، بس هيبقى في فعلا في حد هيحاول ينقش مصر وهيعمل بلبلة بحادث معين أو عملية إرهابية معينة، بس هتعدي بسلام، وداخل مصر أمن مصر هيتحفظ بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم. أدي رؤية عامة هي جات بالتربص اللي هيحصل.